استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بمكتبه سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، والشيخ راشد بن عيسى آل خليفة مدير إدارة مركز الوثائق التاريخية بالمركز، ورؤساء مراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعبر الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن سعادته للقاء سمو أمير منطقة الرياض والاجتماع المثمر الذي جمع كوكبة من مؤرخي الخليج العربي والمتخصصين في الشأن التاريخي والتوثيقي، والذي تم في مدينة الرياض التي تعتبر رمزا للعروبة والإسلام، مثنيا على حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تحقيق تطلعات المنطقة. ويأتي هذا اللقاء ضمن مشاركة وفد مركز عيسى الثقافي في الاجتماع 33 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.